الشمس يبدأ من الفجر، صلي الفجر بقى ونقعد شوية مع ربنا كده في المصحف والتسبيح. مين مرة دي؟ في صباح اليوم الثلاثاء توفي الفنان القدير الراحل الفنان حسن يوسف، وده مثل صدمة لكل الجمهور في مصر والوطن العربي، وده لأن وفاته جت مفاجأة. طبعا هو معتزل من السنة اللي فاتت بعد وفاة ابنه عبدالله في الساحل الشمالي غرقا، علشان كده هو في الفترة الأخيرة قرر إن هو يعتزل بقاله سنة، والحقيقة الحزن كسر قلبه جدا، عايش السنة الأخيرة في حزن فظيع جدا. واللي قالت الكلام دوا هي الفنانة شمس البارودي زوجته، قالت إن هو بقاله سنة بيعاني من المرض، ولكن قررت إن هو ما يروحش المستشفى، قررت إن هي تحول قطه لغرفة عناية مركزة، ما كانتش عايزة تفرقه ولا لحظة. أما عن أسعد أوقاته، قالت إن حسن زهد في كل مباهج الدنيا، اتفرغ لعبادة ربنا سبحانه وتعالى. وأسعد أوقاته لما بيقوم بصلة الرحم، لما بيزوروه أبنائه وإخواته وجميع العيلة. وأكدت كمان إن هو اتخذ قرار بعد صدمة وفاة عبدالله أصغر أبنائهم، وصرحت تصريح مهم جدا وقالت حسن رفض عدة أعمال، وعلقت وقالت إن هو قال كفاية كده، ربنا يرحم ابننا، ربنا يخللنا إخواته، دي الخلوة مع ربنا هي اللي بتكفيني. والحقيقة وفاة ابنه من سنة تقريبا ترك في نفسه أثر بالغ جدا من الحزن لم يتجاوز ألم الفراق، وكتير عبر عن مشاعر الألم والحزن اللي بتمتلكه من رحيل ابنه لأهله والأصدقائه، لأنه كان بيرى فيه ملاذه وبيرى فيه مصدر قوته في شيخوخته. وده اللي خلى الدكتور جمال شعبان استشاري القلب وعميد معهد القلب سابقا أنه يوضح ويقول ويخرج ويصرح. قال إن الحزن ليه تأثير كبير جدا على الصحة النفسية والجسدية وخاصة القلب، وقال إن اللي حصل لحسن يوسف ده اسمه متلازمة القلب المكسور، وهي حالة بتصيب القلب نتيجة الحزن الشديد، وطبعا ده ليه مضاعفات، التوتر النفسي والإجهاد دول بيكونوا ناتجين عن الحزن الشديد، واللي بيأثروا بشكل سلبي على صحة القلب وبيزيدوا من احتمالية التعرض لنوبات قلبية مفاجئة، وده اللي بيفسر وفاة الفنان حسن يوسف بعد سنة من رحيل ابنه. وصرح بسر آخر عن وفاة الفنان حسن يوسف، قال إن العلاقات القوية العاطفية اللي بتجمع الأهل بأولادهم، خاصة طبعا في مراحل متقدمة من العمر وفي مراحل الشيخوخة، بتخلي القلب أكتر حساسية، وبتخلي الأحزان والأزمات النفسية بتكون بشكل مضاعف. وطبعا ده اللي حصل مع الفنان حسن يوسف بالظبط. الحقيقة الفنان حسن يوسف اتولد يوم 10 ديسمبر سنة 34، وبدأ مشواره الفني في أوائل الستينات، وقدم خلال مسيرته الفنية مجموعة من الأدوار التي لا تنسى، سواء بقى في السينما أو المسرح أو التلفزيون. والحقيقة من أكتر الأدوار اللي بحبها جدا للفنان حسن يوسف الله يرحمه، أكيد كلكم زي دوره وأداء شخصية الشيخ الشعراوي الله يرحمه، واللي كان ليها أثر كبير جدا في معرفة حياة الشيخ الفاضل الشيخ الشعراوي. دي ثقة أعتز بيها مولانا، بس الحقيقة أنا حاسس إني مش هبقى مرتاح في المشيخ. ليه يا محمد؟ عشان قانون تطوير الأزهر اللي طلعوه ده. طب وانت مالك بيه؟ أنا مالي إزاي يا مولانا؟ ده القانون اللي بينظم شغلنا، إزاي يعينه وزير؟ والحقيقة وفاة الفنان حسن يوسف ليست مجرد خسارة لشخص، بل خسارة لرمز يمثل جيل كامل من الفن المصري، كما أن هي تذكير بالأحزان مهما كانت غير مرئية، لكن ممكن أنها تكون قاتلة، وبتترك أثرها العميقة التي لا يمحوها الزمن. الفنان حسن يوسف اسمه بالكامل حسن يوسف حسن، واتولد في حي السيدة زينب، والتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية. مش بس كده، انضم كمان سنة 55 لكلية التجارة. الفنان حسن يوسف بعد ما اتخرج عمل كمشرف فني بين أعضاء هيئة التدريس. نحن هنا سونا يا سنسن جيت لك هو قبل ما عدنك من هنا هو. الفنان حسن يوسف اتجوز الفنانة لبلبة سنة 64، وفضل معاها حوالي 8 سنين، طلقها عام 1972 بسبب الغيرة الشديدة. بعد كده في نفس السنة اتجوز من الفنانة شمس البارودي، واللي فضل معاها لغاية ما توفى، وأثمر زواجهم عن 4 أبناء.
هو افتكر الكلمه دي كانت مكتوبه عليه وعليا بسبب ان هو كان اتجه للاخراج، فطبعا اتكتبت بالشكل ده. هي طبعا صدم، يعني انا اتجوزت عندي 17 سنه، فما كنتش اتصور ابدا ان هيحصل الطلاق. فصدمه الطلاق بعد 8 سنين كانت يعني صدمه كبيره بالنسبه لي. سنسون يا سنسون جيت لك قبل ما عدنك من هنا. الحقيقة مسيرة الفنان حسن يوسف مسيرة فنية كبيرة جدا، كان من بينها 15 فيلم قدمهم مع الفنانة الراحلة القديرة الله يرحمها الفنانة سعاد حسني. كان من بين الأفلام دي فيلم الزواج على الطريقة الحديثة. في السبعينات بقى اتجه للإخراج وأنتج عدة أفلام كان معظمها للفنانة شمس البارودي زوجته. الأفلام دي كان بعضها بيعترض عليه النقابة، كان منها فيلم الجبان والحب. كمان قدم لنا عدة أعمال درامية. الحقيقة من أشهر الأعمال الدرامية دي زي ما قلت لكم إمام الدعاة، كمان مسلسل ليالي الحلمية، وكان دوره فيها دور بارع جدا، ترك فعلا علامة في أذهان الجمهور. ما ننساش كلنا توفيق البدري. ليه ترفضوا رئيس الوردية اللي العمال كلهم متعلقين بيه؟ انتوا جننتوا؟ في ايه توفيق؟ انت بتزعق لي؟ غلط اللي حصل ده يا سليم بيه، غلط. اتكلم معايا بأدب. عدم المؤاخذة يا سعادة بيه. قدم لنا فيلم أنا حرة ونساء وذئاب وسوق السلاح والحب الخالد سنة 65 وشياطين البحر وشارع الحبايب سنة 71 وآدم والنساء وتفاحة آدم سنة 66 وصوت الحب سنة 73 والمخادعون سنة 73 والخرساء سنة 61 وفي بيتنا رب. جيت ومنايا أشوفك، جيت عليا واستني. اشتهر بيها الفنان حسن يوسف وكان بيجيد جدا تشخيصها، واللي اكتشفه من الأساس كان الفنان حسين رياض، وده كان من خلال المسرح، وقدمه كوجه جديد شاب في فيلم أنا حرة مع الفنانة القديرة لبنى عبد العزيز. فوق الصندرة اللي مخبيها في الفصل. بلاش طولة لسان، اسكت. لا ده كتير ده يا عمي. انا بنام ده شوية كمان. شوية ايه؟ وما اقول يبقى عندها كل الذهب ده. وانت مالك يا بلسان طويل؟ روح اقعد معاها بدل ما نيجي تنيل اخرى. بس ما تغيبوش عشان مش هلاقي كلام اقولهولش. اخرج بقى. الفنان حسن يوسف اعتزل الفن نهائيا السنة اللي فاتت، وده بعد حادثة وفاة ابنه. طب يا ترى كان رأيه ايه في موضوع الفن ده، هل حلال ولا حرام؟ هنشوف مع بعض دلوقتي الفنان حسن يوسف الله يرحمه قال ايه عن الشيخ الشعراوي لما سأله هل الفن حلال ولا حرام. انت خليك في الفن بس، بدل ما تعمل بقى التلميذة، هو كان يتابع قوي، يتابع الدراما ويتابع الحاجات دي، وتمشي العربية لسبور بقى وتمشي تعاكس شادية وتعاكس سعاد حسني وتعاكس بقى، يعمل حاجات يعني قول فيها كلمة طيبة، مش لازم يقول قال الله وقال الرسول، بس قول كلام طيب. يعني ربنا رزقك عربية، يعني ده قالك عشان تعاكس بيها البنات؟ لا استخدمها في حاجه كويسه. اه وانت مش كده ايه ست غلبانه؟ عايزه يا مالك يا ست في ايه؟ والله يا ابني عايز اروح شبرا ومش لاقي معيش مو... خدها معاك وصلها. قال لي طب ما تيجي نعمل شيخ الشعراوي. هو انا صاحب الاقتراح يعني. قال لي يا ريت، قلت له بدانا بقى نشتغل في الشيخ الشعراوي. وعملنا طبعا كان اول مسلسل سيره امام باللغه العاميه. نعم. ما كانش بقى باللغه العربيه الفصحى يعني. فالناس بقى ما شاء الله في العالم العربي كله اقبلت على المسلسل بشكل فظيع، ما كنتش اتصوره يعني خالص. الله يرحمه يا رب ويجعل مثواه الجنه ويرحم الامام الشيخ الشعراوي. لحد هنا النهارده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا، واللي كانت بتحمل خبر مفجع عن الفنان حسن يوسف. ادعوا له بالرحمه. بشكر طبعا كل اللي تابع الفيديو، واتمنى ان انتوا تكتبوا دعوه من قلبكم للفنان حسن يوسف الله يرحمه.